في هذه المنطقة السكنية وقرب مسير الزائرين هكذا هو الحال هنا، حرق للنفايات ليلا نهارا. مكب للنفايات في هذه المنطقة الواقعة بالقرب من مصفى النجف شمال المحافظة. سكانها تحدثوا عن معاناتهم ومأساتهم التي يتعرضون لها طوال اليوم، وما تسببه هذه النفايات من آثار بيئية وصحية. ناشدنا أكثر من مرة، وقبل يومين صار أكو حرق بهذا التمر وأذى الزوار وأذى المنطقة، وأطلقنا مناشدة سيد محافظ النجف ومدير البلديات ومدير الناحية، وماكو استجابة منهم طبعاً. وانتم تشوفون اليوم وصلت قناتكم موقرة حتى تصور وتنقل حال المنطقة المأساوي اللي تشوفون اليوم. السيارات تعد لا تزال رمي النفايات والحرق المستمر في هذه المنطقة. فلم يكن أمام المواطنين في هذه المنطقة الكثير من الخيارات سوى ترك منازلهم وتهجير عوائلهم لمناطق أكثر أماناً من أضرار انبعاث روائح النفايات المحترقة. حتى زوار الأربعين فلم يعد يقصدون هذه المنازل جراء ما يحدث هنا. قريب حاليا دخان يوصل المفرق جفل. البارحة للشارع بشارع الزوار الريحة، فمتأذية الناس متأذية الله وكيله. كان البارحة حامي عن أطفالي، نقلتهم من بيتي زوار وأطفالي، نقلتهم بالبيت إلى بيت ثاني، لأن خفت على أطفالي وخفت على بيتي والزوار. زوار والله أنا يعني شقد خجلان من عدم وخجلان من الحسين. يعني مناشدات ومطالبات علها تصل للمعنيين وإيجاد الحلول لإنقاذ حياة المواطنين هنا من خطر بيئي وصحي جراء حرق النفايات. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.